كما تتبعتم معي في المجال التعلمي بناء أدوات التعبير اللغوي والتواصل، وكما هو معروف فإننا نبدأه بالتواصل والتعبير ثم ننتقل إلى الإعداد والقراءة ونختمه بالتخطيط والكتابة. انظروا أطفالي، انظروا، هنا عندي بطاقات بها أي حرف؟ بها حرف، بها حرف، نعم بها حرف الخاء. انظروا هذه الخاء في أول ورقة، نعم في أول ورقة، وهذه الخاء في وسط الكلمة، نعم في وسط الكلمة، وهذه الخاء نعم، وهذه الخاء كذلك في آخر كلمة، نعم علي هذه الخاء في أول كلمة، سمية في وسط الكلمة، لينا في آخر الكلمة، شاد في آخر الكلمة، أمير أول الكلمة. صفقوا على أنفسكم، أحسنتم، نعم أحسنتم. انظروا انظروا، سأريكم كيف يكتب حرف الخاء وبعد ذلك سنحاول كتابته في الهواء. انظروا حرف الخاء، انظروا، انظروا هنا عندي خط، كيف هو؟ خط عمودي، خط عمودي، ثم خط مائل، ثم خط أفقي. أعيد، خط عمودي، ثم خط مائل، ثم خط عمودي، ولا ننسى النقطة، لا ننسى النقطة. أين تكون النقطة، فوق أم تحت؟ فوق. فوق، أحسنتم. هيا نحاول كتابته في الهواء، هيا انظروا، سنحاول كتابته في الهواء. أول شيء هو خط عمودي، هيا الكل، خط عمودي، ثم خط مائل، عفوا خط مائل، نعم أحسنتم، ثم خط أفقي. هيا علي اكتب معنا، سنعيد، خط عمودي، خط مائل، ثم خط أفقي، مدى والنقطة فوق، أحسنتم، والنقطة فوق. صفقوا على أنفسكم، أحسنتم، نعم. انظروا انظروا هنا عندي، هنا اجلسي بنيتي، اجلسي اجلسي اجلسي. انظروا هنا عندي، عندي هذا النشاط، السؤال يقول ألون حرف الخاء، ستقومون بتلوين حرف الخاء. انظروا هيا، هنا الخاء في أول كلمة، وهنا 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 آخر الكلمة، نعم. هيا تفضلي بنيتي، هيا خذي، عفوا خذي، عفوا خذ بني، عفوا هيا لويني، هيا نبدأ التلوين، هيا لويني، لون أمير، كيسمي أنا الأحمر، نعم يعجبك الأحمر، نعم هيا. أي حرف تلونون؟ حرف حرف نعم حرف الخاء، نعم في أول الكلمة، ثم في وسط الكلمة،
نعم. هيا لون لون أمير. هيا بني لون. أنت تلونين في؟ في وسط الكلمة. أنت تلون في؟ أول الكلمة. نعم في أول الكلمة. هيا نلون، هيا بسرعة. أنا في آخر الكلمة، أنا في آخر الكلمة، أنا في آخر الكلمة. نعم أحسنتم أحسنتم. نبدأ إحنا من أول كلمة. نعم. هيا. أنهيتم من التلوين؟ نعم. أحسنتم نعم. الآن سنمر إلى النشاط الثاني. السؤال يقول أخطط متتبعا النقط. ما عليكم فعله هو أن تخططون متتبعين النقط. سأمر فوق النقط. هيا تفضلي. عفوا تفضلي. تفضلي. تفضل. تفضل. هيا. عفوا. نمر فوق النقط. بنيتي ابدأي من هنا من اليمين. نعم نعم اللون الأزرق. نعم وبهذا نكون قد أنهينا المرحلة الأولى وهي مرحلة الملاحظة والاستكشاف. وسننتقل الآن إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الممارسة والبناء. انظروا هنا عندكم السؤال يقول أتتبع النقط وأخطط حسب اتجاه السهم، يعني ستتبعون السهم في التخطيط. انظروا من هنا سنبدأ. رأيتم خط عمودي، خط مائل، خط أفقي. سنتبع اتجاه السهم، خط عمودي ثم خط مائل ثم خط أفقي. نعم عفوا. هيا عفوا. هيا بني من هنا. هيا نعم بدأ. أحسنت. نعم أحسنتي. دائما نتتبع النقاط حسب اتجاه السهم. دائما نبدأ بالخط العمودي. نعم أحسنت أمير. نعم دائما نبدأ. نعم ونخطط حسب اتجاه السهم. نعم وبهذا نكون قد أنهينا المرحلة الثانية وننتقل إلى المرحلة الثالثة. انظروا هنا، انظروا هذه الصويرات. انظروا قلنا ما اسم هذه؟ خوذة. خوذة. وهذه نخل. وهذا شيخ. نعيد. خوذة. نخلة. شيخ. نعم انظروا هنا الخاء، هل هي في الأول أم في الوسط أم في الآخر؟ في الأول. في الأول. وهنا الخاء في وسط الكلمة. وهنا الخاء في آخر.
نعم في آخر الكلمة. انظروا هنا عندكم هذا النشاط، نضع الأقلام، ضع الأقلام لينا، ضع القلم. نعم انظروا هذا النشاط، السؤال يقول أتسبع النقط وأتمم الكتابة. قبل أن تكتبوا انظروا هنا السبورة، انظر بني، انظر هنا، انظروا حرف الخاء. قلنا كيف نكتبه؟ خط، لا عفوا، خط عمودي أو مائل، عمودي أو مائل، ثم خط مائل، ثم خط أفقي، هذا في أول الكلمة. سابعي معي لينا، سابعي بنيتي، والنقطة فوق في وسط الكلمة. انظروا خط، لا ليس مائل، خط أفقي ثم خط مائل أو عمودي، ثم خط مائل، ثم خط أفقي، ثم النقطة. دائما لا نتجاوز الفسحة الأولى، دائما نبقى في الفسحة الأولى، نحاول ألا نتجاوزها. وفي آخر الكلمة عندي خط أفقي ثم خط، قلنا مائل أو عمودي، ثم خط مائل، ثم نصف دائرة، نصف دائرة، ثم النقطة فوق. انظروا نصعد بفسحة واحدة وننزل بفسحة واحدة. انظروا هنا النشاط يقول أتتبع النقط وأتمم الكتابة. فهمتم؟ تتتبعون النقط وتكملون الكتابة أو تتممون الكتابة. هيا دائي بنيتي، هيا نبدأ من هنا من اليمين. هيا نعم، سنكتب الخاء في الأول في الوسط ثم في الآخر في أول الكلمة. ودائما نجلس جلسة مستقيمة في الكتابة، جلسة مستقيمة. هيا بني، جلسة مستقيمة في الكتابة. نعم من هنا من اليمين، ليس من اليسار، من اليمين نبدأ الكتابة. نعم دائما جلسة مستقيمة في الكتابة بني، جلسة مستقيمة. نعم لكي تكون كتابتي، هيا اكتبي الخاء في أول الكلمة ثم في وسط الكلمة ثم في آخر الكلمة. هيا اكتب الخاء في أول الكلمة، اكتب الخاء في أول الكلمة ثم في وسط نعم ثم في آخر الكلمة. نعم هنا نقوله أحسنت، ضع النقطة. أحسنت أمير، حاولي كتابة الخاء في الأول في الوسط ثم في الآخر. نعم ثم النقطة، ضع النقطة فوق. أحسنت، ثم اكتب الخاء في آخر الكلمة. أحسنتي شاهد، أحسنتي، أحسنتم. وبهذا نكون قد أنهينا المرحلة الأخيرة من النشاط.